وزاره الاوقاف بتحذر من ايه بقى؟ من النصابين في مسابقه الائمه والعمال. انتوا فاكرين الاسبوع اللي فات؟ الاسبوع اللي فات صح؟ الوزاره اعلنت وقالت يا جماعه احنا بنعمل مسابقه كبيره جدا علشان ائمه ومدرسين وعمال بوزاره الاوقاف. وانا فاكر وقتها لما كنا بنتكلم مع الوزاره قعدنا اتكلمنا عن الشروط واتكلمنا على الوسائل المختلفه اللي هيتم بيها يعني الامتحانات والتنقيه والتاكد 100% سواء اذا كان من الاسلوب الخطابي البارع او من المحتوى، وانه ان يكون متفقا مع مبادئنا المشهورين بها في مصر وهي الوسطية والاعتدال إلى آخره. لكن حصل نصب في الموضوع، دي بقى اللي جديدة. هو في حد ينصب في أنه يبقى إمام أو مدرس؟ يا نهار أبيض. خلونا ناخد معانا على تليفون دكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزارة الأوقاف. أولا كل سنة وحضرتك طيب في ذكرى الإسراء والمعراج، وأهلا بيك أستاذ يوسف. أولا السلام عليكم. وعليكم السلام. كل عام وحضرتك بخير وصحة وسعادة وكل المشاهدين وكل مصرنا الحبيبة يا رب، بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج، ربنا يعيد علينا هذه الأيام يا رب بالخير والإمن والبركات ونبلغنا شهر رمضان يا رب العالمين. اللهم أمين. دكتور عبد الله، إيه حكاية النصابين دول؟ إيه اللي بيحصل؟ طيب أولا أستاذ يوسف خليني الأول أشكر حضرتك على إتاحة الفرصة من خلال برنامج حضرتك المحترم. تنورنا وعلى رأسنا. المنصة بتاعت حضرتك المحترمة البرنامج ده، خلينا نوجه نداء من خلال حضرتك لكل المتقدمين لوظيفة سواء إمام وخطيب ومدرس أو وظيفة عامل، إن السبيل الوحيد هو التقديم على البوابة الخاصة بالوظائف الحكومية من خلال الرابط اللي مازال مفتوح لحد إن شاء الله يوم 2/3. والوزارة بتحذر من أي مدعي، أي مدعي أيا كان هو مين، سواء منتسب أو غير منتسب للوزارة، أن هو يوهم أي حد من المتقدمين للمسابقة من القدرة على التوسط لهم في التعيين، وأنه كما أكدنا وكما تؤكد دائما وزارة الأوقاف لا مجال لأي وصفة على الإطلاق، وأن جميع مسابقات وزارة الأوقاف بتسير على أعلى درجة من درجات الشفافية والنزاهة. وكمان خلينا أقول لحضرتك أن الوزارة هتشارك مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في إجراءات الاختبارات اللي هيجريها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وده بيتم من خلال لجان علميه متخصصه في اختبارات الائمه. وخليني اؤكد لحضرتك ان اعضاء اللجان واعضاء اللجنه الممثلين للاوقاف بالتحديد اختارهم معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه الوزير شخصيا ومن خلال متابعته الشخصيه. وخليني اؤكد لحضرتك ان قبول المرشحين للتعاقد، وزي ما وضحت مع حضرتك قبل كده سابقا، التعاقد ده هينتهي بالتعيين سواء كان الأئمة أو العمال، يتم بمنتهى الحياد والشفافية وتحت مرأة ومسمع من كمان أجهزة الدولة المعنية. وخليني برضو أقول لحضرتك على حاجة، إن إحنا إن في الوزارة تؤكد أيضا إنها ماضية قدما في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية الرادعة تجاه أي شخص سواء من المنتسبين إلى وزارة الأوقاف أو من غيرهم، وبخاصة المنتسبين لوزارة الأوقاف. أي حد سيثبت تورطه في أي نصب أو في أي تلاعب أو في أي إيهام لأحد المتقدمين للمسابقة بأن هو أوهمه مثلا أن هو قادر على مساعدته أو التوسط له بأي طريقة أو بأي شكل، أي شكل أيا كان، ولا سيما الذين يحاولون استغلال ظروف بعض البسطاء المتقدمين لوظيفة مثلا عامل أو التلاعب بعواطف الناس وحاجاتهم للعمل، أي حد بيوهم أي حد إن هو قادر على التوسط له سوف نتخذ ضده كافة الإجراءات القانونية، وذلك سيكون في أسرع وقت إن شاء الله. ده كلام جميل جدا. طب دكتور عبد الله، هذا الكلام يعني إنه أنتم رصدتم أن في محاولات للنصب، مش كده؟ لا، خليني أقول لحضرتك إن في بعض الحاجات انتشرت على بعض صفحات التواصل الاجتماعي او ما يسمى يعني في اي وسيله تواصل اجتماعي، احنا اخذنا زمام المبادره بالتنبيه والتحذير، واطلقت وزاره الاوقاف هذا التحذير مبكرا. طبعا مازال باب التقديم مازال مفتوح ولم يغلق، ولكن احنا اثرنا ان احنا نعلن ده من خلال الصفحه الرسميه لوزاره الاوقاف المصريه ومن خلال صفحه الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعه،
علشان ننبه الناس ونؤكد عليهم مرة تانية إن السبيل الوحيد للتقديم في المسابقة هو الرابط الموجود على بوابة الوظائف الحكومية، وإن كفاءتك وقدرتك واجتيازك للاختبارات هو سبيلك الوحيد إنك تمر بالاختبارات وإنك تنجح، هو قدرتك ومهارتك ومهاراتك العلمية ومهاراتك المكتسبة والعلمية ومهاراتك أيضا على الخطابة بالنسبة للإمام، واجتيازك للشروط أو الاختبارات بالنسبة للعمال أيضا هو السبيل الوحيد لنجاحك في مسابقة زي كده. لكن احنا برضه بنحذر وبنؤكد تاني من خلال برنامج حضرتك المحترم، الله يخليك، السبيل الوحيد هو التقديم على الرابط الالكتروني من خلال بوابه الوظائف الحكوميه، وانك تمشي في الاجراءات اللي هيتم النص عليها، لان حضرتك بعد ما بتقدم الطلب بيطلع لحضرتك رقم الطلب بتقدر تتابع بيه بعد كده على موقع البوابه، بيتم تحديد موعد الاختبار برضه من خلال البوابه، وكل الاجراءات بتتم بمنتهى الشفافيه والنزاهه. عظيم جدا جدا جدا، يا رب يا رب يا رب يوفق باذن الله ويتم على خير، وكل سنه وحضرتك طيب مقدما بمناسبه رمضان المعظم باذن الله، اللهم بلغنا رمضان على خير يا رب العالمين. شكرا جدا لدكتور عبد الله حسن المتحدث باسم وزاره الاوقاف.